بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. من هنا، من على أرضية ميدان التحدي، من ميدان البصير بالتحديد، مع انطلاقات وتحديات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وفي سن الثنايا ومنافسات وفي سن الحيل والزمول ومنافسات سن الحيل والزمول، ينطلق حضورنا الكريم مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، ينطلق الشوط الثالث المخصص للحيل وللحيل ومنافسات الحيل وسن الكبار. ننطلق وينطلق ويبدأ هذا الشوط وهذا المعترك الكبير بهذه الأسماء الحاضرة والأبطال ملاك هذه النخبة الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط. نبدأ مع المركز الأول والصدارة، نبدأ مع فرق ناصر بن حمودة بن حمد الإعثاري، يقدم لنا فرق وتحديات فرق مع المركز الأول. الدور دور المركز الثاني، ثاني المراكز هنا الحذر مع ثاني المراكز المملوك الأحمد بن حسن بن ناصر الشقيري المهندي، يقدم لنا الحذرة مع تحديات المركز الثاني. بينما ثالث المراكز العفريت هزاع بن عجلان بن مبارك المظفر الهاجري، يقدم العفريت مع المركز الثالث بشعار المظفري. بينما المركز الرابع، رابع التحديات هنا رهام وجار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري، هنا يقدم لنا رهام مع تحديات المركز الرابع. لكن خامس المراكز نرى بالعين المجردة، نرى الشاهينية هادي بن ثالح بن هادي بن حباب الهاجري مع الشاهينية مع المركز الخامس. ختمنا وإياكم على النضال الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة في هذا الشوط بهذه الأجواء الغائمة والهالة بالأمطار. الله الله الله. لكن نبدأ ونعود مع المركز الأول ومع البداية مع المقدمة. هنا الحذرة وأحمد بن حسن بن ناصر الشقير المهندي مع المركز الأول، يقدم الحذرة مع المركز الأول والصدارة. ثاني المراكز هنا فرق مع مركز الوصافة، وتبدل فرق من المركز الثاني إلى المركز الأول. الأعثاري يتابع فرق وتحديات فرق مع المركز الثاني، وفي طريقها تغير مجريات الأمور ناصر بن حمودة بن حمد الأعثاري. لكن شوفوا الثالثة وحاملة رقم ثلاثة، هنا العفريت
المظفري يقدم لنا العفريت. هنا المظفري هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري، لكن المركز الرابع هنا رهام بن جهويل يقدم رهام مع جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري مع تحديات المركز الرابع. خامس المراكز الشاهينية مع بن حباب الهاجري، هادي بن فالح بن هادي بن حباب الهاجري. لكن يا اخواني يا اخواني، الكيلو وين؟ الكيلو وين؟ بنعبر هلان. الكيلو وين؟ غد اقتربت، غد اقتربت يا باي يا العفاري يا العفاري. افتتحت الكيلو وين؟ ما بقى، ما بقى الا كيلو وين يا العفاري يا راعي فرق ناصر بن حمود بن حمد العفاري. ثاني المراكز الحذره مع المهندي، مع المهندي مع المركز الثاني احمد بن حسن بن ناصر الشقير المهندي يقدم لنا الحذرة مع المركز الثاني شعار الشقيري مع ثاني المراكز. ثالث المراكز، ثالث المراكز العفريت هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. رابع المراكز شعار بن جهويل يقدم رهام. خامس المراكز هناك، هناك مع المركز الخامس خامس المراكز هنا مخيفة مع النعيمي وشعار النعيمي مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. لكن نعود والعود أحمد، نعود مع المركز الأول فرق مع البداية والمقدمة العفاري يتابع فرق يا راعي فرق يا راعي فرق. نرجو منك تحقيق المركز الأول مع هذه البطلة المنطلقة المندفعة. والكيلو اللي ما بعده إلا الناموس، اللي ما بعده إلا الانتصار، اللي ما بعده إلا تكريم المركز الأول، إلا تكريم الفائز والمحقق هذه النقطة في مساء هذا اليوم في هذا المهرجان الكبير. يا العفاري يا العفاري يا راعي فارق يا راعي فارق يا باي. عصاها في شدادها، عصاها في بطانها، يا ما شاء الله تبارك الرحمن. لا والله الا قلعت فرق، لا والله الا روحت، لا روحت معها على السبك حضور تعطي مضمرها تواصيف الظبي فيها مقارن يودع الفاهي دجور. لا حركت صلى على وجه النبي متمكنة من ركضها والسبق جار وانجازها ما هو عن العالم غبي. يا راعي فرق يا العفاري يا العفاري، عصاها في بطانها، يا ما شاء الله تبارك الرحمن. يا العفاري يا العفاري، انت تحقق الامجاد، انت تحقق الامجاد مع فرق مع هذه البطلة، البطلة المتوجة بناموس هذا الشوط وتحقيق المركز الأول في هذا في هذا المساء. والتام يتحطم، سلام يا فرق سلام، والسلام لك يا العفاري، لك يا العفاري يا ناصر يا بن حمودة يا بن حمد يا العفاري. وما شاء الله تبارك الرحمن، حصاها في بطانها ما تحركت. ثاني المراكز، ثاني المراكز وصلت رهام مع جر الله بن حمد بن جر الله بن جهويل المري. ثالث المراكز، ثالث المراكز الشاهينية هادي بن فالح بن هادي بن حباب الهاجري. ثالث أو رابع المراكز، رابع المراكز الحذرة مع أحمد بن حسن بن ناصر الشرق المهندي. خامس المراكز،
خامس المراكز مزون مع علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. تهنينا والناموس لمالك فرق من حطمت هذا التوقيت وحققت هذا الفارق المتميز والجميل وأفضل توقيت في هذا المساء حتى الآن. 9:25 ثمانين جزء من الثانية. السلام العفاري، سلام.